الحجازي يشيد بالمركز القومي للامتحانات وبدوره في نجاح المنظومة التعليمية. اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع رؤساء المواد والمسؤولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمقر المركز بالمقطم، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة. هذا أشاد الوزير خلال اللقاء بدور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية باعتباره مركزا متخصصا في القياس والتقويم، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.